الأفضل التواري عن الأنظار. أرني الطريق أمامك. ثمة فرد من الثعابين قريب. سلاما يا صاحبي. سررت بك. لنرى البضاعة. ألقي نظرة في الأرجاء، إنها نافعة على الدوام. أجل حسن، لا شيء آخر. يجب أن أذهب. إلى اللقاء. انصرفوا هيا. كتاب شعر آخر من تأليف عرين، كان سيسر تبت بهذا. أدوات قياس مثل التي كان يمتلكها أبي، لكنها تخص أحمد. وقع أحمد.
أحمد على أعماله دائما، هذا من صنعه بلا شك. أحمد بصدد العمل على شيء جديد، لكن ماذا؟ يقول الخطاب إن هذه كتب أحمد، رسوم توضيحية وأدوات آلات وغرائب أخرى. هذه ورشة أحمد بالتأكيد، لكن أين عساه أن يكون؟ معذرة، أساعدك بشيء؟ أبحث عن أحمد بن موسى، أتعرف أين يمكنني العثور عليه؟ قد أتمكن من مساعدتك، اتبعني. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي، علمنا أنفسنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهمة. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة. النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. ستموت الآن. أبقوا حيا. أيها العقير. سأسويك بالأرض. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي، علمنا أنفسنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهمة. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عنه، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. ليس مع كل هذا العتاد الثقيل. قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة.
لا يحدث الكثير هنا أبدا. حدث الشغب قرب الدرتة الشهر الماضي حين خرج سكارى النصارى عن السيطرة، إذ كان الرجال يرتدون ثيابا النجدة. يا حراس، أتعرضوا للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب، اللعنة عليك، لا تزال تتنفس. هذا يجيء إلي. كفى ترد. هيا سأمزقك يا رجل. هل هذه زيارتك الأولى لبيت الحكمة؟ لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي. علمنا أنفسنا القراءة في مكتبتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب الشعر والحكايات البطولية، أما صديقتي فكانت تفضل الآلهة الوثنية والسحر الأسود. هذا مثير للاهتمام. وهل اتبعت شغفك الشبابي وأصبحت عالماً؟ عندما ينتظرني العالم بأسره؟ لا، يمكنك القول إنني رجل مكلف بمهام. حسناً، ماذا عن صديقتك؟ لا، إنها لا تزال تبحث عن شيء، لكن لا أعرف ما هو. هذا مؤسف. ليس مع كل هذا العتاد الفقير. قاربنا على الوصول الآن، هيا بسرعة. لأنه لا يوجد شيء. إن الطريقة التي يقترحون بها حساب مواقع النجدة. يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. أجل ضربة جيدة. أتدعو نفسك محاربا؟ لست على عجلة من أمري. لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي. علمنا أنفسنا القراءة. على صدق أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. وما الذي درستماه في بيت الحكمة؟ كنت أحب النجدة. يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. أحمد على الحقير. ما؟ سأري قدمه. من أين؟ يحمي. أبقوه حيا. أي أخفر. وجه ضربة أخرى. يحب النسيان مصيره. يا
لا، كنا نتسلل إليه في صدرنا أنا وصديقة لي. علمني قراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام الكتب يومياً. إنهم يؤدون عملهم ليس أكثر. والنجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. لا يمكنني التنفس. يسهل التنبؤ بها. ها، جرب ذلك مجددا. يا لك من خلاف. سأدهس أشلاء جسدك بحذائي. مجدداً. وقت التخلص منك. لا، كنا نتسلل وصديقة لي. علمنا أنفسنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. سقرية الأقدار. عندما أقبض على الحبيب سأريق دمه. أهوى التمثيل بالقتلى. حركة مألوفة. لا، كنا نتسلل إليه في صغرنا أنا وصديقة لي. علمنا أنفسنا القراءة في مكتباتكم. على الصغار اتباع أسوتكما الحسنة. يخالفك الأمناء الذين أخرجونا من بين أكوام. النجدة يا حراس، أتعرض للهجوم. ماذا؟ أيها الكاذب. ثمة شخص عاصفة رمزية عندما يقف يحدث. أرجوك لا تؤذني. لقد قدتني إلى فخ يجدر بي قتلك في مكانك. اعف عن الطيب حامد. إذن أخبرني، أين أحمد بن موسى؟ أرجوك يا سيدي، إنني لا أعرف أين هو. حقاً لا أعرف. أخبرني، لماذا قدتني إلى كمين إذن؟ هو من أجبرني على ذلك. من هو؟ ليس أحمد قطعاً. لا أعرف اسمه، فقد كان يرتدي قناعاً على الدوام. وما الذي يريده هذا الرجل المقنع؟ إنه يأمرني بإبعاد الجميع عن موقع حفر بيت الحكمة. وإلا ماذا؟ سيلحق الأذى برأسي مثل ما فعل مع الآخرين.
أرجوك اعفو عن المتواضع حامد. أين موقع الحفر هذا؟ في البادية خارج المدينة. هاك دعني أرسم لك خريطة. على الخريطة إرشادي إلى موقع الحفر.